Mesdames et messieurs, سيداتي سادتي الحضور الكريم، هذا أصبح من غير الممكن أن ننجز هذا النوع من المشاريع التي تنظمها وزارة الصحة، وزارة الفلاحة والزراعة بما في ذلك منظمة الاي جي اتش. بطبيعة الحال نحن واعون بهذا، وبعد أيام معدودات من الزلزال والفاجعة، ونحن الآن نتشاطر أطراف الحديث حول موضوع مهم وبالغ الأهمية، وأتمنى وأرجو أننا سنتمكن أن نستقي العبر والدروس من ما وقع، وأن نخرج بتوصيات مصيرية ومحورية مرتبطة بالتدبير الجيد لهذا النوع من الفاجعات والكوارث. صراحة كان هذا شرف لنا أن يكون معنا هنا في هذه الجلسة، وسوف نقوم باستقبالهم خبراء من مختلف التلوينات في الزلازل، في المساعدات الأولية، وأيضا في الإعانات والرعاية النفسية والتخصصات الأخرى. سيدتي سادتي، إن هذه الفاجعة صراحة أبرزت قدرة المملكة المغربية، وأيضا أبرزت صراحة الصلابة الكبيرة التي تتميز بها منازلنا، قيمنا الإنسانية، حب الآخر، حب سعادة الآخرين، وأيضا السخاء التي تم اعتراف بها دوليا. مرة أخرى المغاربة تمكنوا من إعطاء صورة جميلة عن التضامن، وأنهم مجتفون حول ملكهم الهمام نيكي بطريقة كبيرة، وأبرزوا مكانتهم الكبيرة في هذا العالم. مرة أخرى واليوم بلدنا صراحة أصابه الحزن الشديد بسبب هذه الفجعة الزلزالية التي ضربت بشكل أساسي هذه الأماكن الجبلية في سلسلة الأطلس، والساكنة التي صراحة تأذت كثيرا بهذا، بما في ذلك الأماكن التي تعتبر من بين الأماكن البعيدة. كان هناك من تمكن من إنقاذ حياته، ما يزيد عن 300,000 شخص الآن من دون منزل، وعدد كبير من المنازل تم تخريبها بسبب هذا الزلزال وهذه الفاجعة. قرى بأكملها يعني تم محوها من الخارطة هذه فاجعة، وهي تؤثر على ما يزيد عدد كبير من الأطفال حسب منظمة اليونسف وحسب ما يعني الأرقام وزارة التعليم العالي. عدد كبير من المدارس والمؤسسات التعليمية وبما في ذلك المدارس الداخلية أيضا تأثر بشكل كبير بهذا الزلزال. العديد من يعني الأماكن التاريخية أيضا تأثرت بشكل كبير بهزات الزلزال، بما في ذلك القرى والساكنة هذه القرى والمساجد والمعابد. صراحة هذه تعتبر من بين أهم يعني رموز الموحدين، وأيضا تم وسبق أن تم تصنيفها من طرف اليونسكو باعتبارها من المعالم التاريخية، ولكن الآن أصبحت ترابا بعد الزلزال. صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده في الواقع قام بتعبئة الأعضاء الأوامر لتعبئة جميع الجهود، بما في ذلك القوات الملكية المسلحة والسلطات المحلية، الوقاية المدنية، والأقسام الوزارية المعنية بالأمر لكي يقوموا بتسريع وتيرة التدخل وإنقاذ الساكنة المتضررة من الزلزال في إطار يعني للتدخل السريع والمنسق. كل الوسائل المادية واللوجستية والإنسانية تم تعبئتها لضمان يعني التواصل بالماء والموارد الغذائية والغطاء أيضا، تحديدا في هذه الأماكن التي أصبحت غير قابلة للولوج، ليست هناك ولوجيات، والآن استخدمنا أيضا الهليكوبتر والمعدات الأخرى.
وزارة الصحة والرعاية أو الحماية الاجتماعية، مما في ذلك المفتشية الصحة العسكرية، صراحة أبانوا عن قوة مرجعة في تدخل السرايع وبسرعة كبيرة، حيث اعتنوا بالمتضررين على المستوى الجهوي والإقليمي، مما في ذلك داخل تلك المستشفيات والمستوصفات العسكرية والتي تمت يعني بناؤها بسرعة، بما في ذلك تدخل الوباء للحد من انتشار أي وباء من خلال هذه العمليات التدخلية المختلفة. بطبيعة الحال كان هذا بعد الأوامر الملكية من صاحب الجلالة، وتم وضع في عين المكان من خلال 3 يعني بيانات ملكية من طرف القصر الملكي للتعامل بشكل صارم مع الزلزال على مستوى الإنساني. أولا كل الأشخاص الذين تضرروا يعني تم الاعتناء بهم وتوفير الرعاية الصحية لهم من خلال يعني المبيت والغذاء وكل الاحتياجات الضرورية والأساسية، بما في ذلك التدخل السريع لمؤسسة محمد السادس للتضامن من دون يعني إغفال الجانب اللوجستي والشعوري والإحساسي. أيضا كانت خلال 3 أيام، وهي فترة حداد لمدة 3 أيام من طرف صاحب الجلالة أمير المؤمنين، وبعد ذلك كانت هناك صلاة الغائب التي يعني قاموا بها للترحم على جميع الأرواح التي فقدناها. وزارة التعليم الوطني والتربية الوطنية والتعليم العالي قاموا أيضا بمبادرات جبارة في هذا الباب لتوفير الدعم الكافي واللازم للتلاميذ، وأيضا بالتواصل الجيد مع المدارس. وفي هذا الصدد العديد من المخيمات تم يعني رصدها وتوفيرها بسرعة في مختلف الأماكن التي ضربتها الفاجعة. وأيضا كان هناك تأطير ومواكبة نفسية لفائدة التلاميذ من طرف المؤطرين المتخصصين. التعليمات السامية لصاحب الجلالة ركزت على ضرورة الاعتناء السريع والفوري بكل الأشخاص الذين ليست لديهم عائلة أو موارد كافية. بطبيعة الحال سيكون هناك إحصاء وسوف يتم بذل المزيد من الجهود، ويعتبرون الآن باعتبارهم يعني من جزء لا يتجزأ من الدولة، وكان ذلك أيضا من خلال تدخل برلماني. بالنسبة لإعادة البناء وتوفير المنازل للضحايا، بطبيعة الحال بدون أي شك هذه مرحلة مهمة وربما صعبة الإنجاز، وفي إطار يعني تعبئة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله أعطى الأوامر السامية لإنشاء لجنة تعنى ببرنامج صارم وفوري لتوفير المساعدة إعادة البناء في هذه الأماكن، بما في ذلك كان التركيز على ضرورة إعادة البناء. إعادة البناء هي من خلال دفتر تحملات، وأيضا من خلال تأطير ومراقبة فنية لاحترام جميع المعايير المرتبطة بالهندسة والتصميمات هنا في منطقة الجبلية لجبال الأطلس. بطبيعة الحال هناك فاعلين في قطاع البناء الذين سوف يتدخلون لتسليط الضوء على هذا الجانب المعقد. بطبيعة الحال عندما يكون كبناء ذي جودة عالية ويأخذ بعين الاعتبار هذه الخصائص وأيضا الهشاشة، وبالتالي هذه ساهمت بشكل كبير بطبيعة الحال هذا أمر بديهي ومنطقي أن هذا النوع من البناء وترميم هذه البنايات لن نتمكن من القيام به من دون استشارات وعملية ترسيقية مع على المستوى المحلي ومع الناس الذين يسكنون في تلك الأماكن من خلال احترام خصائصهم وأيضا كراماتهم الاجتماعية والقيم الأمازيغية من خلال استخدام مواد بناء يعني إيكولوجية ومحلية، وأيضا الرجوع إلى اليد العاملة المحلية من خلال أيضا ترسيخ القيم المحلية والتاريخية، من خلال أيضا احترام المعايير الزلزالية. بالنسبة للتمويل والميزانية، صاحب الجلالة ملك محمد السادس ما يزيد عن 100 مليار درهم
المغربي من خلال برنامج مدمج ومتعدد الأطراف والقطاعات الذي سوف يشمل العديد من الأماكن التي يعني تأذت بالزلزال. وهذا الصندوق سوف يتم وهبه لإعادة البناء وترميم البنايات، وأيضا في نفس الوقت لفك العزلة على هذه الأماكن، بما في ذلك لامتصاص هذا العجز الاجتماعي، وبما في ذلك خلق فرص شغل لفائدة الساكن. وهذا الصباح تحديدا المجلس البرلماني قام باعتماد الظهير القانون المرتبط بمنطقة الأطلس، والذي سوف يتم تنزيله فعليا مقارب. بالنسبة للعودة الاقتصادية، لابد من أن نعترف بأن هناك قوى طبيعية تأثرت بشكل كبير على المملكة المغربية، وكانت هذه يعني من الوقائع العنيفة التي هزت المملكة. وبالنسبة لنا نحن في الوقت الراهن، وبعد أن يعني بكينا على موتانا، الآن لابد من أن نكون قادرين على يعني قلب الموازين، وأن نجعل من هذه الفاجعة فرصة من خلال ما نسمي بالذكاء الترابي. نحن علينا أن نقوم بإعادة تصميم وإعادة تفكير في الأشياء بفضل ما نسميه بالزراعة المتخصصة. وأيضا لابد من أن يعني ننكب على جوانب اقتصادية مختلفة أخرى تأخذ بعين الاعتبار الجانب البيئي. وفي نفس الوقت نريد أن نأخذ بعين الاعتبار هذا النموذج التنموي الجديد، ونأخذ بعين الاعتبار الخصائص تحديدا بالنسبة للسياحة المستدامة، وأخذين بعين الاعتبار كل العوامل والعناصر الملموسة وغير الملموسة. في نفس الوقت ينبغي علينا حماية ورعاية هذه الجوانب الترابية برمتها. سيداتي سادتي، ليس هناك أي شك حول الخبرة التي نراها صراحة بشكل واضح من طرف جميع المتدخلين. وهذه الجلسة هي مكونة من العديد من الخبراء والخبيرات، وبطبيعة الحال سيكون تبادل لأطراف الحديث. ومنذ الآن فصاعدا لابد من أن نسلط الضوء على فرص خالقة وإغناء بها بشكل محلي، والخروج إخراج هذه الساكنات التي تضررت من هذه الوضعية الهشة، وأن نعيد إليهم كرامتهم التي تأدت بسبب هذه الفاجعة. وفي نفس الوقت لابد من تقوية قدرات العامل البشري من خلال مدارس ومؤسسة تعليمية، وأيضا تسليط الضوء على المرأة القروية التي تعتبر ركيزة أساسية في هذا الجانب. ولكي أنهي مداخلتي من خلال عناصر أخرى، سأعود ربما إلى ما نسميه أحسن يعني قصة في هذه الاستراتيجية وهذه الحادث الاستراتيجي. تحدثنا عن هذه خصائص المغاربة الذين صراحة أبهروا العالم برمته، والتي تم التنويه بها من طرف جميع القيادة. بطبيعة الحال هذا التضامن، الروح التضامنية والتي كانت سريعة وفورية بعد الفاجعة. المغاربة الذين يعني يتبعون حدسهم، وأيضا هذا المثال لا يمكننا مساعدة الجميع، ولكن الكل يمكنهم مساعدة أحد ما. وبالتالي بعد هذا الزلزال الذي هز بلد، كان هناك العديد من الأشخاص والعديد من التبرعات، بما في ذلك الملابس والأغذية، وهما تسبب في بعض الازدحامات في الطريق أيضا، من جميع الأماكن والطبقات الاجتماعية. صباح مساء قاموا بكل ما يمكنهم بذله إيصال هذه الإعانات وهذه المساعدات، لأيضا تبرعات، هناك من تبرع بالدم. وهذه شاهدها العالم برمته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله صراحة. أيضا قام بزيارة المتضررين في المستشفيات، وركز وشدد على أهمية رعايتهم والاعتناء بهم والتحدث مع الضحايا بنفسه. بطبيعة الحال كانت هنالك حملة أخرى، حملة التضامن، وتم يعني إطلاقها من طرف العديد من البلدان أصدقاء لكي يأتوا ويقدموا المساعدة، بما في ذلك الجانب المادي، بما في ذلك المنظمات الدولية، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. أيضا قال أن الزلزال لن يمنع مدينة مراكش من تنظيم العديد من المنفحة الدولية الأخرى،
بطبيعة الحال هناك يعني رغبة ملحة من طرف المملكة المغربية لإكمال المسار، وبطبيعة الحال قمنا بالإبقاء على جميع البرامج والتنظيمات. بطبيعة الحال سيداتي سادتي، إن هذا المسار، مسار إعادة البناء، سيكون طويلا وسيكون ثقيلا، ولكننا لن بطبيعة الحال وبالطبع كل شيء يمكنه أن يوقف يعني رغبة الأمة في الوصول إلى أهدافها من خلال هذا التضامن اللامشروط. مرة أخرى من خلال يعني تعليم صاحب الجلالة نصره الله، المغرب سوف يتمكن من إيصال والوصول إلى هدفه وأهدافه ورفع جميع التحديات بقوة والحكمة وأيضا الحزم. شكرا جزيلا لكم على حسن إصغائكم، وما تنسوا تابعونا معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.